استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية وإعاقات التخاطب تم وضع حلول تكنولوجية متكاملة لتمكين الأشخاص والتواصل معهم. طبعا بتهتم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وده كان من خلال الاستراتيجية اللي أصدرتها سنة 2012 الخاصة بكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الابليكيشن مسمى واصل، ده موجود على جوجل بلاي، الناس ممكن تنزله على الموبايل ومن خلاله هيقدروا يلاقوا الخدمات الأساسية اللي احنا كنا ذكرناهم قبل كده، بالإضافة لخدمة الشات بوت. احنا بنحاول ان احنا دايما يبقى فيه فكرة الدمج ما بين الأشخاص ذوي الإعاقات والأشخاص التانيين، بحيث ان احنا في الاخر مجتمع واحد وان احنا نقدر نوصل بكل الخدمات الخاصة بيهم. وفي الفترة اللي جاية ان شاء الله هيتم توسيع الخدمات اللي بيقدمها المركز التقني، هتخش خدمات جديدة زي خدمات الكهرباء، خدمات البنوك، اي جهات اخرى، بحيث ان احنا نضمن ان هم يقدروا يعتمدوا على نفسهم في التواصل مع الجهات المختلفة. على مدار 24 ساعة داخل صالة مجهزة تقنيا وإلكترونيا يستقبل عدد من مترجمي لغة الإشارة استغاثات أصحاب القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع لمساعدتهم في حالات الطوارئ والاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا. احنا من ضمن خدماتنا يعني اول خدمه عندنا هي الاسعاف، بعد كده المطافي، بعد كده الشرطه، فضاف عندنا خدمه جديده في الاواخر هي خدمه فيروس كورونا. بيجي لنا من الصم ناس كتير جدا بيستفسروا عن فيروس كورونا وايه مثلا مخاطره، طب اعمل ايه عشان ابقى عندي وقايه منه، واسئله كتير عن كده. طبعا في ساعات حالات بتجي لنا، طبعا بنبعت ل 105 على طول ان لو مثلا في حاله عندنا او حاجه، فدايما استفساراتهم عن كده. في الاول ببتدي ان انا اعرف من الاصم هو محتاج مني ايه، إن كان أي حاجة من الخدمات اللي احنا بنقدمها، الإسعاف أو الشرطة أو المطافي، أو إن كانت استفسار عن فيروس كورونا أو دي حالة، هعرف منه التفاصيل، وبعد ما هعرف منه التفاصيل هبتدي أخد بياناته علشان أوجهه للخدمة اللي هو محتاجها. لازم إن أنا أقلع الكمامة، لأن لغة الإشارة لازم يكون فيها تواصل عن طريق كذا طريقة، إن كانت الهجاء الإصبعي أو الإشارة اليدوية اللي هي الرموز، أو إن كانت حركة الشفايف، فلازم الأصم إن هو يشوف حركة الشفايف وأنا بتواصل معاه. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على توفير المساندة بصورها كافة للمواطنين من خلال تفعيل التقنيات التكنولوجية الذكية وتوفير الكوادر الفنية المدربة لتقديم الخدمات بكفاءة. وسام نصر، NBC مصر.